السلام عليكم شباب، معكم مسعود. اليوم بيكون مقطع جديد عن لعب ميرسي في جانكر تاون. طبعا انا عمري لحد هسه ما جربت ميرسي بعد التحديث الجديد تبع سرنتها التيميت جديد اسمه فالكيري، وهي الاشياء ما جربتها، فقررت اجربها وانا قاعد بلعب في ماب جانكر تاون اللي هو اجدد ماب، وهذه هي سيارة رود هوك فجرناها. فخلونا نجربها، يعني صارت بعرف انه كثير ناس صارت عنها صارت قوية او بي، فما بعرف هالموضوع، فخلونا انا اجربها واعرف. هاي تبعت جانك، هاي تبعت رود هوك صح؟ هذا الماب اول مرة، لا ثاني مرة بشوفه، شفته مرة في الديفند وهيني هسه اول مرة قاعد بشوف في الاتاك. يعني صراحة ماب بين خرافي، يعني بس من السبون يبين حلو. طبعا احنا قاعدين نلعب دي بي اس ميرسي، اذا بدنا نشفي بس بنشفي عشان نجمع الالتمت بس. شفت الفخ، هاها فكرني بعرف بس يا وات ميرسي انا مين بقنا. والله لا ساشا شكله بيعرف، جاب اثنين، خلينا نروح نشفي لنا واحد. يلا دي بي اس ميرسي. صحيح برضه نزلوا الصواريخ هالجديدة. خلونا نجمع شوية التمت، نجمع شوية التمت، شوي نجمع شوية التمت، بعدين هذا فخ. ما شاء الله انا محترف في اكتشاف يا شيخ. هاخذ هيلت. السكاتر تبعه رزمي. شو صار؟ شو عملت؟ لا لا شو عملت؟ كيف عملت هالاشي اصلا؟ اكل هوا باستن، اكل هوا باستن. كنت اعمل كهيوج شت. عشنا. بس انا اجيب ليف ذا جيم في ميرسي. موت سنايبر قرفتني. فكر حالك اقوى. كدي بكر هذا السنايبر. زنيات لو اقدر احييك من هون اقدرش. ون في ون. ميرس صارت اقوى من كري، ميرس صارت دي بي اس جديد. هلو. رود هوغ لساتني بحتاجك. صارت او بي، صارت او بي. طلع كيف انا محترف بقتل ببصحي بعمل كل شيء. خلاص طلع حتى ما في جنكر تاون. والله حلو في كتل، الكتل واحد مهم. هيا زنيات راح اجي. معي معيشه، معلش فكرت انه معي معيشه. خذ هيلينج. رحت فيها رحت فيها رحت فيها رحت فيها. كيف ما متش انا؟ شان ارجعي. كنت استعمل الت بس استعملتوش. اقوى دي بي اس في اللعبه، اقوى دي بي اس في اللعبه. وين كانوا بيتكتل هذول؟ وينهم؟ بدي اياك ديفا. معيش، اتوقع انه معي. اقوى من زاريا، انا اقوى من زاريا. لساتني مش اقوى من السكتر يعني. وصلناها، والله وصلناها.
تمام برسنا في المحل الجديد. ايوه طلع السبونات، والله السبونات خرافيه. اوه بدي اياك. ايوه كلكم راح تصحوا. وين 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 وين؟ اوه تعالوا ولا خايفين؟ اه صح صار مسدس لسه لا نهائي. تعالوا مسدس لا نهائي. صرفت الالت. اوه بابي. اوه هاي قنبلة. اها وقعت في الفخ بس فجرت القنبلة. اوه شموت باسنر اقوى من باستيان. خلاص هذا صار المين تبعي الجديد. بطلت العب باسل. في شي مات. اصحى صارت عن جد بدها مهارة. اوه هذا واحد. اه لا بقدرش. وصلت البيلود فزت. اوبي اوبي طلع معي معي ميداليتين ذهبيتين. ميرسي طول عمرها بس عندها واحدة، صار عندي ثنتين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اه لا مستحيل انا ما عملت اشي خطير صراحة. بس عن جد كنت قاعد بجيب كيلز وبلعب ونط واعمل اشياء. تعال تعال كيك عن جد. جيم باستيون بعدين حبسه في السبون تبعه او سحبه برا السبون تبعه برضه بزبط. طلع ما اعطونيش بطاقة. كيف ما اعطونيش بطاقة؟ يعني انا ميرسي المفروض يكون في عندي بطاقة طبعا الاشياء اللي عملتها. بتعرف خد بطل عشان بلاير ذا جيم. يلا اعطوني هالمرة ديفند، اعطوني ديفند. ايوه ديفند. اي نيد ان انو بوست، اي نيد ان انو بوست، كمان ان انو بوست بليز، ان انو بوست. يلا اعطوني انا انا بليز. اي نيد ان انو بوست، اي ام او بي ناو. يلا ثانك يو ثانك يو ماي جي. شو عملت انا؟ كيف كيف انا اعمل هيك انا؟ كيف اقدر انجز هالانجاز العظيم مشان؟ بس خذونا. لا لساتني بقدر اطير على فكره، يعني نسيت هالخاصيه انا. هذا قاعد بيكرب علي بدش نفسي يقتلني. اوه شت كيف اهرب؟ ما قدرتش اهرب للاسف. لا تحاول تهلث وانت تقدر تقتليها، اقتليها اضربيها بس طلقه. كانت دمها هيك. لا نحاول نحييه. اه لا اه لا بقدر احييه صحيح، ليش ما احيوش؟ مين هذا كان؟ انا؟ يلا عشان بلكي اعطاني انه بوست. اخ هلا راح يموت. هسه انا شوي طلع هسه راح يموت، انا راح تموت. مات. ابعد عني ابعد عني. اوه لا كلا لا اي واحد اي واحد. فيش واحد اطير له، فيش واحد اطير له. مش قادر اعمل اشي. طلع طلع ولا كل ولا كل جيم داف فريقنا. اوه صرت اقوى من ديفا برضه. اوه كيف اكبس كيو؟ مش هقلق قتل حدا. متت! ما قتلتش حدا فضحت الدنيا. اه ساشا انا هيرو دامج سيلفر. انا ميرسي. سوري. اوه مصاري. كان بدي هذول، بدي اجيب اشياء، بدي بس هاي. بدي اجيب سكنات الجديدة. وينكم يا شباب؟ وينكم يا شباب؟ وينكم يا شباب؟ اي واحد يا شباب، اي واحد يا شباب. اي واحد. نو احياء هانزو. عن جد من بين كلهم احياء هانزو.
اصلا فريق نوب عشان هيك. كم واحد قتل والله في اخر اشي طلع كذا كعبه دمجه. كم واحد قتل؟ قتل 3. تعرفوا خلونا نشوف كيف ميرسي راح نصير هسه في الاف اف اف اي. اتوقع انها ممكن تصير يعني هسه نفس الاشي. كيف ممكن يتحسن؟ مش عارف. انا الاول، انا الثاني. مش انا. اوكي هذا لعيب. ميكري نايت ميم نايت مير تكتلوش لعيب. اوكي كمان ميرسي، انا الميرسي يا جزمة. اوه في رود هوك راح يحاول يعمل لي هوك. وين الهوك؟ ميرسي 1 في 1 رود هوك. شوي زبطت. اوه في صوت. هذا نايت مير، هذا نايت مير، هذا بيعرف، هذا نايت مير. اوه كان دمه زيك شوي جبته. طلع اجت ميرسي ثاني كتلته. انا ميرسي اللعيب ولا الله شوي. شو عملت انا؟ تحكيش كمان مره. كيف دائما بنجز هذا الاشي؟ مش فاهم كيف دائما بنجز هذا الاشي. اوه بالغلط ارسلت له الرساله بالغلط. كيف حسس مش عاجبتك ميرسي؟ كيف لحد اصلا مش راضي يموت؟ موت يا اخي بدري. جبت دبل كيل. في واحد ثاني جاب الالت. ميرسي ثاني. رود هوك كان بيحاول يسحب جنجي. وهذا بقى. ليش دائما انا؟ الهوك بحبني. طلع علي كيف كان بني جنزات عظيمه. لا بعد عن رود هوك. القانون يجي يضلك بعيد عن رود هوك. ليه رود هوك هدرني سريع؟ قدر يسحبني. بدي اطير لواحد من اصحابي بس فش. طلع جيب دبل كيل، جيب دبل كيل الهلس. خلص عرفنا كيف. ظلك متخبي، ظلك متخبي هيك بعيد، ومرة تشوف واحد دمه صار صفر اطخه. هاي هاي هيك مثلا، هاي هيك ريب. ما متش. ضرب عليه هاي نون. كيف ما متش؟ بقدر اقتله، بقدر اقتله. طلع. راح تقتلني. طلع دمها. ماتت من تنين. دائما هيك، ليش دائما هيك؟ يكون دمهم اقل من صفر. بقدرش اطير له. هناك في تحكيش انه راح يعيش. تعرف اذا عاش؟ تحكيش راح يعيش. كان في برضه هون. وين راح مكري؟ كان في مكري. يا رب يا رب عيش يا رب عيش. كنت راح عيش. طلع الالت، طلع الالت مات. هناك منيح. اوكي انا على الارض. ميرسي التها قوي يا اخي. جبت ابصر كم من كل. وهيها ترى كيف زي الفراشه تطير. طلع بين الاول والرابع انا بس كلين. كيف 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 حالك؟
جبت كل خلاص بقدر اموت فراح. اوف بين البين الاول بس كلين. سامع الصوت وينهم بس؟ اوه ليش رود هوج؟ ليش رود هوج؟ ليش رود هوج؟ اوف 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 شو صار شو صار شو صار شو صار؟ رحت ورجعت. لا 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 اوف 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 اوه ميرسي بضد ميرسي قتلتني. لو في عندي خاصية احي حالي بدل ما احي ناس ثانية مفيدة اكثر خاصة في اف اف اي. خلاص سكرو ات لا قتلوا رود هوج. طلع علي المنوب بيلعب عن جد بدينه ضمير. اخذها فقد افكر ميرس راح تاخذها. سرق مني بلاي اوف ذا جيم. هنجربها كمان مره ليش لا؟ ولا تعرفوا؟ هنجربها في التيم ديث ماتش. تيم ديث ماتش يلا عشان اقدر احيي اصحابي. فبتوقع ميرس بتكون مفيده اكثر هناك. اي صح. طيب شباب اخر مقطع ان شاء الله المقطع عجبكم. كانت هاي تجربتي لميرس الجديدة ومبين نسبة 200% ان ميرس الجديدة مكسورة. بس يعني طبعا كلنا نعرف هالاشي. فبس هذا هو. السلام عليكم.